على مدى عام ونصف منذ افتتاح مركز سنابلي للمعالجة الفيزيائية لمصابي الحرب وذوي الاحتياجات الخاصة والعوائل المحتاجة التابع لجمعية سنابل الأمل الخيرية، استطاع أن يقدم خدماته المجانية للكثير من أهالي مدينة الحسكة والريف المراجعين وتوفير الدعم الطبي اللازم لهم. المركز يستقبل ذوي الاحتياجات الخاصة، مصابي الحرب والعوائل الفقيرة. طبعا المركز تقريبا استقبل لتاريخه فوق 400 حالة. طبعا المركز بهاي الفترة صار ازدياد عدد هائل عليه، صار ريف الحسكة ومدينة الحسكة الكل في إقبال على هذا المركز. نطلب من الجهات المعنية سواء المنظمات أو أي شخص كان قادر على دعم هذا المركز يقدم الدعم. جتنا حالات إصابات كثيرة جدا، كان من بينات إصابات حرب، قدمنا العلاج اللازم للمصابين والحمد لله خرجوا من المركز متعافين. صراحة ما أقدر أودي عشان صار 4 سنين أوديها، ساعتين ما أقدر أودي عشان قاعد أعالجها بالمركز. على الفيزياء حيل تحسنت وصارت أحسن، وقامت تقدر تحرك ايديها ورجليها. انا كنت اروح اوديها على الشام يقولوا لي الحثر العضلي ما له علاج. الحمد لله على العلاج الفيزيائي هنا قام يقف، يعني صار له يعني فتره يقف دقيقتين ثلاث، يعني على معالجه ايش قد ما تقول زين الحمد لله. صابتني جلطه من 4 اشهر واثرت على نطق وعلى ايدي وعلى رجلي، والفضل للجمعيات السنابل هن اللي الحمد لله اللي خلوني احكي واقف على رجلي. قصص نجاح كثيرة سجلها المركز لعدد من المراجعين من أطفال وكبار سن ومرضى. تلقوا العلاج الفيزيائي عبر جلسات متتابعة بإشراف أطباء ومعالجين متخصصين وصولا إلى حالة الشفاء التام أو الشبه تام. في ظل الحاجة المتزايدة لتلقي الدعم للاستمرار بالعمل وتطويره واستقبال أعداد أكبر من المراجعين. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.